نعود مشاهدينا كما ذكرنا بالتوقيتات، ولكن هناك ايضا نرى اندفاع اخر مشاهدي الاعزاء لهذا الشوط، وتهانينا والناموس كما ايضا نحيل الميكروفون لابو علي سالم الحبسي. التواصل مستمر في انطلاقة هذا اليوم الأول من شهر نوفمبر لعام 2013 للميلاد بانطلاقة خاصة بسن اللقاية في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك، وأيضا ثالث أسابيع هذا الموسم الذي تعلن انطلاقته دائما في رياضة الآبائي والأجداد. أسير مباشرة وأذكر بأيضا بطائق التأهيل الخاصة هناك بتأهيل البطولة الخليجية الثالثة والتي سوف تقام في دولة قطر الشقيقة في تاريخ 29 و30 من شهر نوفمبر الجاري على بركة الله. أسير مباشرة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، والشاهينية مسلم بسالم بن حمد بن يطمع العامري في المقدمة في الصدارة في الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني وصلت هناك في ثاني المراكز المنطلقة في هذه اللحظات على ثاني المراكز العبارة لسيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري راعي الفائزة، راعي الشاهينية، مسجل أيضا توقيت ذهبية جميلة هنا في هذا اليوم خلال تواجد هذا الاسم وتواجد هذا الشعار. لنتواصل أيضا مع المركز الثالث لأن العودة مباشرة مع هذا الشكل الجميل اللي هي شاهينية عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي يتواجد هنا مع المركز الثالث، ليأتي بن عية مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع كان الدخول من خلال تواجد أيضا يبارة عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي، وهناك وصلت في هذه اللحظات منصورة محمد بن حمد بن كردوس العامري يقدم انطلاقة رائعة من خلال تواجد منصورة على المركز الخامس. سادسا وصول من الشاهينية أحمد بن راشد بن حرمش المنصوري، وصل الشاعر في هذه اللحظات ليقدم أيضا هناك انطلاقة منصورة، ولكن الوصول ايضا من جبارة الرملي بن حمد بالشيجة العامري وصل في هذه اللحظات وانطلاقة رائعة باحث عن الفوز والانتصار في هذا الشوط. ولكن هناك ايضا القادمة جميلة سيف بن علي بن سعيد بن سعودي الاجتبي يصل في هذه اللحظات، ولكن هناك ايضا من المنطلق في هذه اللحظات والباحث عن الفوز والانتصار من خلال تواجد الشاهينية سعيد بن ياسر بن علي العفاري يتواجد في هذه اللحظات مقدما لنا الشاهينية في هذا الانطلاق الرائع. هكذا هي الانطلاقات، ولكن لنا العودة الى الصدارة والى الحوار الثنائي هناك في مقدمة هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة والعبارة، العبارة هناك عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري بدأ يعبر هناك إلى بر الناموس ويتجول هناك من خلال تواجد العبارة، كما تواجدت الفائزة والشاهينية صاحبة التوقيت الأفضل يتواجد باحثا عن النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم، بينما المركز الثالث وصلت جبارة الرملي بن حمد بالشيجة العامري، والمركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الشاهينية على رابع المراكز سعيد بن ياسر بن علي العفاري، والمركز الخامس من القادم هناك منصورة لسيد ايضا القادمه لسيد محمد بن حمد او وراء احمد الشاهينيه احمد بن راشد بن حرمش المنصوري، ولكن هناك تدخلات من الشاهينيه خميس بن محمد بن مبارك المهيري وصل في هذه اللحظات هنا مع الكيلومتر الاخير الذي بدانا نطرق اجواء وندخل هذا الغلاف الجوي الرائع والجميل من خلال تواجد هذه النوعيات. الله 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 الله, الله. الصداره مسلم بسالم بن حمد بن يطبع العامري مع الشاهينيه، ولكن الاسماء القويه
وصلت جبارة، وصلت جبارة، الله يا جبارة. بدأت تنطلق في هذه اللحظات، بدأت تغير الرمل بن حمد بشجة العامري. يا سلام الأسماء، الانطلاقات الرائعة وصلت في هذه اللحظات. أرى الأسماء، وهناك الشاهينية أيضا، خميس بن محمد بن مبارك المهيري وصل في هذه اللحظات. الشاهينية أحمد بن رايد بن حرمش المنصوري بدأ يتدخل في هذا الانطلاق الرائع، ولكن شعار بالسعودي جميلة بدأت بالانطلاق الرائع أيضا جميلة المنطلقة. هناك مشاهدين الأعزاء من خلال تواجد شعار بالسعودي سيد بن علي بالسعودي الاجتبي. الله 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 الله، تحركت الشاهينية، انطلقت جبارة، والشاهينية وجبارة خط النهاية، ولكن الشاهينية خميس بن محمد بن مبارك المهيري بدأ يغير صدارة، بدأ ينطلق على المركز الأول. سلام سويحان، سلام سلام يا سويحان، سلام ومشكور يا خميس على هذا الأداء الجميل، وتهنية خاصة أيضا لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري على هذا التواجد الرائع من خلال تواجد الشاهينية في المركز الأول. خميس بن محمد بن مبارك المهيري في المركز الأول. كانت في المركز الثاني جبار الرملي بن حمد بالشيج العامري، المركز الثالث وصول من جميلة سيد بن علي بالسعودية الاكتبي، والمركز الرابع وصول من شاهينية أحمد بن رايد بن حرمش المنصوري، المركز الخامس وصول من حاملة رقم 32 اللي هي أو 38 بالفعل، وصلت الشاهينية القادمة بشعار سعيد بن ياسر بن علي العفاري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظات توقيت 6 دقائق 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمالك شاهينية خميس بن محمد بن مبارك المهيري التي تدخلت معنا في الأمتار الأخيرة لتؤكد هذا التواجد الرائع. بينما المركز الثاني 6 دقائق 16 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمالك جبال الرملي بن حمد بالشيجة العامري، والمركز الثالث وصول من جميلة سيف بن علي بالسعودي الاجتبي، وصلت في ثالث المراكز 6 دقائق 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.